على نفس الشأن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية. دكتور أرحب بك معنا. أهلا وسهلا بك. بالحديث عن دور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهذا الدور المستمر على مر السنوات، هل برأيك مر هذا الدور بأي مراحل مختلفة؟ يعني كلنا ندرك بالدور المصري الكبير الذي تمارسه جمهورية مصر العربية وخاصة في كل المحافل الدولية. يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية بأن القضية الفلسطينية هي قضية رئيسية وهي قضية يجب أن تحل حتى ينعم المنطقة وتنعم المنطقة بأسرها بحالة من الاستقرار وحالة من الهدوء، وأن يبدأ الانتباه إلى حالة التنمية المستدامة. هذه كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة المحافل، فمصر لم تقتصر دورها على الشأن الفلسطيني في المحافل الدولية، بل مصر هي بليعة في الشأن الفلسطيني الداخلي، وكان لها الكثير من الجولات لأن مصر ذات الأيادي البيضاء. وتحدث بذلك الرئيس أبو مازن في أكثر من مناسبة بأن مصر ذات أيادي بيضاء على القضية الفلسطينية، ومصر هي الوحيدة المخولة بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية لأنها تحرص على حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك مصر لم تيأس من كل الجولات التي كانت سابقة والتي كانت تمثلت بدءا من عام 2009 حتى يومنا هذا، ولا زالت مصر تحاول أن تصل إلى هذا الدور وأن تحقق هذه العملية من المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية ليكون الشعب الفلسطيني بأسره في إطار بوتقة وطنية واحدة وبرؤية واستراتيجية فلسطينية واحدة تواجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما التذرع بأنه لا يوجد هناك شريكا فلسطينيا ولا يوجد وحدة فلسطينية. دكتور، المحددات العالمية الجديدة هل تغير شيء من في إطار أو في جهود أو في مساعي المصالحة الفلسطينية، يمكن تؤثر على هذا الأمر؟ يعني كان لمصر دور كبير في هذا الاتجاه، خاصة بعد اللقاءات التي جرت فيما يسمى بمجموعة ميونخ، ومن ثم اللقاءات التي الوزارية التي استضافتها مصر لكل من وزراء خارجية فلسطين والمملكة الأردنية ووزير الخارجية المصري، والتي كان لهم لقاء مباشرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن يكون هناك تهيئة للأجواء وللأرضية الفلسطينية حتى يذهب الكل الفلسطيني موحد، ومن ثم تنقل الرؤية الفلسطينية برؤية عربية مشتركة إلى المجتمع الدولي، وخاصة في ظل متغيرات جديدة طرأت على الساحة بتغير الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت فقط هي منحازة لدولة الاحتلال، والتي كانت دولة فقط هي تحقق ما يتطلبه الاحتلال أو ما يريده الاحتلال بعيدا عن الحقوق الفلسطينية لأنها تنكرت لكل الحقوق الفلسطينية. لذلك مصر سابقت في الزمن، وكان هناك لقاءات عدة. في يوم غد سيكون هناك اجتماع الوزراء الخارجية العرب والذي دعت إليه مصر، وفقط سيكون على جدول الأعمال بند واحد هو آلية دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. هذه المتغيرات الدولية وخاصة بدء أو سقوط الرواية الإسرائيلية لدى المجتمع الدولي، والتي كانت تضلل الجميع بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وهي الدولة المطردة من جيرانها، كل ذلك سقط أمام حالة العنصرية وكما نقول سقوط قناع الزيف والخداع عن وجه الاحتلال العنصري. كل ذلك أو كل معظم هذه المتغيرات بالإضافة للمواقف الأوروبية والروسية والصينية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، كل ذلك وضع أمام الجميع وخاصة أمام الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله بضرورة أن يكون هناك خيار لا رجع عنه، وهو طريق لا يمكن الابتعاد عنه، ألا وهو طريق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وكانت هناك كما نقول كخطوة أولى في هذا الاتجاه العملية الانتخابية التي تجري وتعد لها مصر من خلال الاستضافة التي ستصل الوفود اليوم إلى القاهرة، 14 فصيل فلسطيني تم توجيه الدعوة لهم من قبل جمهورية مصر العربية للقاء الذي سيبدأ يوم غد ويستمر لمدة يومين للوضوء آليات وخطوات حقيقية على الأرض قابلة للتنفيذ بما يضمن سلاسة للعملية الانتخابية. شكرا لك دكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية كان معنا.